ماشي على سادة، بدل ما تشوف في شط جميل مكشوف، مدينة بحرية، مرفق صيادين فيض بالبحر، بتشوف في جبل. بعرف انه بكب في الزبالة. مشكلة متوارثة منذ عقود. هالزبالة اللي مكومة إلى 20 سنة خمرت هيدي. الأجانب السواح اللي بيجي بذكرين جبل قلب البحر. الروائح بالصيفية روائح كبيرة هنيك هي. ريح طعوية. كلها البحر بيضرب فيها. بتصير على الزير الأوساخ. البحر كله ملوث من وراه، فيش ولا سمكة بتجي على صيدا، ولا سمكة. جبل سبيرة صار تراث من صيدا. نحن طلعنا على القمر وبعدنا هون عندنا هالجبل هذا بصير. وفي كلاب. وبنزال سباحة أنت هون على الشط، يا بيعلق بإجرك كيس نايلون، يا دايبرز طعول صغار، يا ناس كتير. نحن عم نسمع من المدارس المحيطة فيه للجبل عم يصير معهم حالات غريبة. سيناك شكله غلط. كلاب مسعورة عن جد والله. يا أخي عم تنصاب البنت أو الشاب بالراس بالدماغ بالنخاع الشوكي. الشيء المنيح بصيدا أنه صيدا منا منطقة صناعية، يعني وبالتالي معظم التلوث اللي عم بيصير بصيدا هو عضوي. اليوم 26/7/2012 بعد لحد هلا بعدهم عم بكبوا في زبالة. مسؤولية الدولة هي تلاقي حل للنفايات. مسؤولية البلديات هي تجمع النفايات، فنحن عم نجمع النفايات وعم نحطهم بهالمكب لأنه ما عندنا حلول تاني. بينحطوا النفايات بينفلشوا لطبقة من 15 سنتي 10 سنتي وينحط عليهم طبقة تراب. انه كان في ناس يحطوا عناوين، حتى الدولة اللبنانية صار يقولوا جنوب المكب ولا شمال المكب. بدك تقول يعني كل البيئة البحرية المحيطة بالجبل ماتت، بس ما السمكة تنقل خلص راح كل المرض يعني، بس ما تنقل. بعدين اذا سمكة بلدية ما بيأثر عليها شيء. المجارير كلها وين بتكب؟ بالبحر. البحر مالح كله بيقتل كل هالقصة. إذا ما ماتت السمكة معناته أنه تمام بالتاكل. لكن الأثر الأهم على مدينة صيدا هو الأثر الاقتصادي. تقريبا في عندك حوالي نص وجهة صيدا البحرية تقريبا نهائيا الاستثمار فيه انتهى. ما بقى فينا نكمل ننقل زبالتنا من مطمر لمطمر لمطمر لمطمر، وتتجي تنقي بشي ضايعة ما حدا ولا ضيعة اجت قبلت. كان في اول شيء موقع ضيعة صار يقولوا ايه بتكون تجيبوا زبالة الاسلام على ضيعة مسيحية وزبالة المسيحية على ضيعة اسلام، يعني فاتوا بقصص. والسني ما بياخدوا نفايات الشيعة والشيعة ما بياخدوا نفايات السني، يعني كلها للأسف هيدي بتفوت بالحسابات اللبنانية. هالمشكلة اللي بلشت مؤقتة اصبحت مشكلة دائمة. معالجة المكب في إلى عدة امور.
أول الأمر هو بناء الحاجز المائي اللي بسموه الويف بريكر. هذا المشروع هو عبارة عن إنشاء الحائط البحري لحماية منطقة جبل النفايات بصيدا. الهدف من المشروع طبعا هو بيئي أكثر ما هو شيء تاني، لأنه جبل النفايات بتعرف عم بيسبب تلوث بالبيئة إن كان بلبنان أو حوض البحر المتوسط. هذه كلها بدها تنعمل بشكل مثل سيمي سيركل، نص دائري. بدنا نوصل تنسكر على جبل النفايات تيبطل ينزل من هون على البحر أو يطلع على البحر عليه، وهيك ساعتها بتحصر جبل النفايات تما يرجع يلوث المي ويمتد تلوث ولا مناطق أخرى. مستقبلا مساحتها 550 ألف متر مربع. بدو سنتين ونص مدة تنفيذ وسنتين ونص. نحن صرنا بين شيء 6 شهور مبلشين، يعني عندنا بعد شيء سنتين. انه هذا الجبل ما ممكن معالجته الا تأمين بديل للنفايات اللي هي جديدة، يعني ما فيك انا سكر او عالج الجبل وانا عم كب فيه. لانه المكان نفسه اللي تقدر تعالجيه بدك توقفي استخدامه. توقيف استخدامه مرتبط بتشغيل المركز المعالجي شركة اي بي سي. ما فينا نحلها الا ما نشغل المعمل، بس المعمل صار جاهز، كل الامور الفنية والتقنية واللوجستية والمالية انحلت. نحن فينا نقول انه هذا المعمل خلال شهرين مفروض صار يشتغل. انا بدي اشوف بعيني، لما بشوف بعيني عم يشتغلوا قول والله عم يشتغلوا، بس وعود وحكي وكذا ما انا ما انا ماني شايف يعني قصة صيدا رح تنحل بسهولة، يعني لانه حتى لو شغلت المعمل اللي موجود بصيدا هلا you still gonna need 20% لأنه of your waste بده يرجع يروح على محل to dump it، اللي يكون عندك rejects 20%. So خلينا نكون واقعيين، يعني ما حدا عارف شيء وين بده يروح، وين بده يحطوا ال waste تبعهم، شو بده يعملوا، كل هالمواضيع، مين بده يدفع مصاري، مين، يعني في أمور كتير بعدها معقدة بصيدا، يعني منا بسهولة. أنا هلا اللي عم نعمله هو أفضل طريق لمعالجة النفايات. هذه التكنولوجيا هي ذاتها بيستعملوها بأوروبا only for green waste، يعني اللي يعني الليفز اللي والنفايات التشحيل اللي بيشحلوها وإشياء هيك، يعني منه it's not made for municipal waste. فإذا نحن أمامنا هلا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تشغيل معمل مركز معالجة النفايات الـ IBC لحديث نقدر نبلش ناخد نفايات طازة جديدة ونسكر المكب. المرحلة الثانية إنجاز بناء الحاجز المائي لحمايته من المكب من الانهيارات. المرحلة الثالثة واللي هي بداية معالجة المكب. فبس يصير في عملية غربلة وفرز، كمية التراب اللي بتطلع هي اللي بتنردم بالبحر، بس مش الزبالة والنفايات بتنردم، الزبالة والنفايات بتتعالج وتاخد على محل تاني. ما ممكن كل بلدية تأمن مكان لتعالج نفاياتها، لأنه بلبنان في أكثر من 2000 بلدية، حيكون عندك 2000 مكان. دول العالم كتير اللي رجعوا للحرق لأنه بدو حجم أقل ومساحات أقل. دول أوروبا لا، بعد ما استعملوا الطريقة اللي عندنا، فلازم هذه تنحسم كمان، إنه وزارة البيئة تحط إنه ولا لا، نحن بدنا بلبنان بهالطريقة نعالج نفاياتنا مش بهالطريقة. السوليد ويست بيل اللي عم ندفعه is very expensive. So ما كان عنا أي مشكلة لنروح على الويست وإنرجي. أنت عندك واقع معين عيشتي بلبنان، بدك تنطلقي من واقعك، ما فيك تنطلقي من الفضاء. إنه إيه والله وأنا بفرز زبالتي وما في لزوم وبحل مشكلتي وبحط الكيس على الباب، وين عايشين نحن يا عم؟ انه معلش في 30 طن بصيدا بيطلعوا من مخيم عين الحلوه زباله، شو بدك تفوتي على عين الحلوه تاني وبيفرزوا زبالتهم؟ من وين عايشين نحن؟ بقول لك سورتنج ات سورس. لك يا اخي اعطيني حل هلا انا مطمر النعمه ان 2015 بسكر، بدي حل هلا. عندي 5000 طن بالنهار، عندي 3000 طن بس ببيروت وجبل لبنان، شو بتلاقي لي حل؟ قالوا تسلان المحبوب، قلت لمن كيف التسالي وفي الأحشاء نيراني، فشارب الخمرة يصحو بعد سكرته شايب الحب طول العمر سكراني. في
سألت الموجة قلت لها شباكي، قالت لي موجي أخدي أحلى الحباب. مدينة صيدا فيها كتير كلتشرال هيريتج، فيها مدينة عثمانية جميلة، فيها معبد أشموي اللي هو إله الطب، فيها أهم الكنائس وأقدم الكنائس تاريخيا بلبنان، فيها أقدم المساجد، فيها كتير إرث ثقافي. بدك تبلشي مع الجيل الجديد بالمدارس بالجامعات بالبيت بالكولوني بالسكوت بهول بدك تبلشي. الشعب نايم، الشعب نايم. الاجيال اللي بدها تيجي بعد مننا شو بده يكون رايها فينا؟ بالبلاد المتطوره مثلا بحطوا بقلب الباب كذا كيس، اذا صار في وعي ممكن. عم ننام على العتم، وين دورنا؟ بدلت البنزين صارت 40,000 ليره، وين شو دوري؟ ما في شيء الا ما بيمشي الحال. الدوله والمواطن، المواطن بيساعد الدولة تنحل، بس إنه المواطن لحاله ما بيقدر يحلها ولا الدولة لحالها بتقدر تحلها. الشعب إذا بترجع العشر سنين لورا، الشعب عم بيتقدم، عم بيصير في عندهم environmental awareness أكتر، يعني بموضوع الانفايرمنت الناس عم تصارت عم تقرا عم تشوف عم تطالع عم تنتبه، بس الدولة مش عم تلحق الناس. بقدر شو بقدر ساهم فيه بساهم فيه، بقيم الوسخة على الأرض بساعدهم بأي شيء بأي بالكلمة بساعدهم. يا أخي دور المواطن بالحال إنه كل واحد ينظف على باب محله، لازم يزرعوا فيه ويعتنوا فيه، إنه هاي شغلة لازم تنحل لأنها شغلة إنسانية. القصة مش مكسب سياسي، هو مكسب صحي. أحسن من أحسن من هيك، بدي أعملك سطور صيداوي، إحنا بدنا إياه يضل. أنا شو بدي أطلع من أمري؟ البيئة بلبنان منا برايوريتي، بس تحطيها برايوريتي كل شيء بينحل. يشيلوا ويحطوا واحد نظيف، يعني بنطفوا زبالة وبيزرعوا مكانها. Thank you.